السلام عليكم، يسعد مساكم اصدقائي، رب تكونوا بالف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد. بعرف انه امبارح تاخرت ما نزلت فيديو، اعتذر عن هذا الشيء، بس والله كنت مشغول شوي. فاوكي، فيديو اليوم حيكون عن متجر التخفيضات. نزل متجر التخفيضات تبع حدث لكازا دي بابل، نزل فيه سكن اكيد كلكم شفتوه. فاوكي اليوم رح نحرق ابو هذا الحدث. فاوكي مو حدث يا اخي، متجر تخفيضات اسمه. فاوكي قبل ما نبلش بالفيديو حاب اقول لكم انه في مسابقه عليه، رح اعملها على حسابي على الانستغرام، رح نحكي عن المسابقه بنهايه الفيديو اكثر. فتابعوني على الانستغرام، لا تنسوا تضغطوا لايك لهذا الفيديو، تضغطوا لايك لهذا الفيديو اوكي، وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وتفرجوا استمتعوا عشان يوصلكم كل فيديو جديد. وما بدي اطول كثير بالمقدمه، المسابقه رح احكي عليها بنهايه الفيديو، فخلينا نبلش بالفيديو وليتس جو. اوكي حبايب قلبي، عندنا هون الحدث، متجر البروفيسور الغامض مع خصومات تصل الى 90%. يا رب توصل الخصومات لل 90%، بس ما مرقش وصلت معي لل 90%. فاوكي اهم شيء هو الحدث، بس المتجر شو فيه وشو ما بعرف شو منزلين فيه، ورقصات شو منزلين فيه واشياء، والله ما بعرف. فاوكي انا الحدث ما فتحته بالمره، حتى حظي ما جربته، ما بعرف كم راح يطلع لي نسبه الحظ، فقلت خليني اجربها معاكم وما بعرف. ما يعني خلينا نعمل بس نشوف، يعني ما بعرف كم راح تطلع لي نسبة الحظ. اوكي انا بتوقع تطلع لي 60%، 55% دائما هيك. اوكي 70% طلعت لي. اوكي لأول مرة تطلع لي 70%. اوكي لا مش أول مرة، لا طلعت لي مرة، طلعت لي أكثر مرة بفيديو أعتقد. إيه عملت فيديو مرة على متجر تخفيضات وطلع لي أكثر. اوكي 70% نسبة خرافية، يعني خلينا ندخل على المتجر. اوكي شو فيه من جوا هذا السكن؟ طبعا السكن أسطوري الصراحة، فيه نقاط فاير باس. اوكي وفيه الرقصة أنا عندي إياها، وفيه اوكي فيه اشياء، فيه اشياء اسطوريه صراحه. المتجر فيه اشياء اسطوريه، يعني مو مثل العاده دائما. اوكي فيه اسلحه، باكجات اسلحه، اوكي بطاقات، والله ما بعرف بطاقات، يعني هاي الرقصه عندي اياها انا، وفي اسلحه بعض الاسلحه ما عندي اياها. فاوكي شو راح اشتري؟ والله ما بعرف كيف ابلش وكيف اشتري، والله ما بعرف. اوكي سكن هو لازم نصرف لا حقه 449. اوكي اول شيء خلينا نبلش بنقاط الفاير باس. كم راح اشتري نقاط فاير باس؟ اوكي كم وحده بحق لنا نشتري؟ هو 2. خلينا نعمل ماكس نشوف كم. اوكي 5 خمسة، لكن كل واحدة فيها 50 نقطة فاير باس. فاوكي رح نشتري 2 مبدئيا، ما بعرف اذا بعدين رح نزيد او لا، لانه انا نقاط فاير باس عندي لازم اسويهم 500، يعني كل فاير باس بيجي لازم اعمل 500 نقطة بالحساب، فهيك بدي اعمل تسلسل على اساس. فكنت عامل 400 وخرب لي اياهم، بتعرفوا مين اللي خرب لي اياهم؟ انتوا اكيد بتعرفوا يعني. يلا اخي شو بدي اسوي له؟ انا اللي بلشت، انتوا اللي قلتوا لي، انتوا قلتوا لي خذ بحساب واسرق له اياه واعمل فيه مقلب، عملت فيه مقلب والله يا اخي، والله ما يلا حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي الباكيجات بيفتحوا على طول هون، كيفك؟ المفروض يرسلوهم للخزنه. اوكي طلع لي اللانشر دائم. اوكي طبعا يعني اللانشر والله ما بستعمله، يمكن بحياتي كلها ما لعبت 4-5 مرات باللانشر. اوكي بدي هذا الام بي 40 يطلع لي، بس الميكانيكي اللي يطلع لي دائم هذا قديش ضربت عليه يا اخي، والله ما طلع لي بليز يعني يطلع. اوكي خلص، ايش هيك طلع لي هذا؟ وين راح الام بي 40؟ الام بي 40 وين راح؟ اوكي والله ما بعرف وين راح. اوكي طبعا ما بعرف، يعني حاب بس اعتذر منكم لانه انا والله يعني راسي بيجوعني، ما بعرف كيف مرضت اليوم، فمش مركز كثير، فاذا غلطت غلطه اتمنى منكم تعذروني، بس لاني والله مو مركز. فاوكي خلينا نكمل بس نشوف. اوكي بكجات من بي 40، اوكي فيهم بي 40 واكس ام ال، ما بعرف اذا راح يطلع فيهم شيء. اوكي خلينا نفتح اللي بعدهم. اوكي ليش اشتريت واحد انا بالغلط يا اخي؟ اوكي يلا ماكس. اوكي ما في شيء دائم، الام بي 40 مو دائم، والاكس ام 8 كمان مو دائم، ما بعرف شو خاصيته اصلا الام بي 40 هذا، انا والله نسيته، انا ما بعرف يعني، بس اكيد شيء خرافي يعني. بعرف انه شيء خرافي بس ما بعرف شو هو. اوكي خلينا نشتري سكن قبل كل شيء، قبل ما نخلص الجوار. اوكي بكفوا الجوار اعتقد، لانه انا اغلب الاشياء بالمتجر يعني عندي اياها، فيعني يعني ما راح اضطر اصرف كثير جواهر عليه، بس اهم شيء سكن صراحه. انا من اول ما نزل حدث لكازا دي بابل قلت لكم يا اصدقائي هذا افضل سكن شفته باللعبه، يعني صراحه سكن اسطوري. ما بعرف سكن البنت ما بعرف كيف راح يكون شكله اني ما شفته، بس سكن الشاب صراحه انا كثير حبيته هذا من أول قبل ما ينزل، حتى حبيته كثير السكن، يعني حسيت فيه شيء اسطوري هيك، فيه شيء خرافي هيك، مو مثل ما قلت لكم مو سكن ضخم، مو سكن كبير، بالعكس سكن حلو والوانه حلوه يعني، وعلى الحدث هيك نازل ما بعرف كيف، انه في شيء اسطوري يعني بالموضوع. فاوكي هذا جزء، الجهه الثانيه جزء تبع البنت، يعني الجهه الثانيه تبع البنت. اوكي سكن البنت ما بعرف كيف راح يطلع، بس بعدين بناخذه. خلينا نشتري اول شيء بطاقات الحاضنه. اوكي ماكس كلهم نشتريهم. اوكي كمان مره، اوكي كمان مره 30 بطاقه. اوكي شيء اسطوري 30 بطاقه، وشو راح نشتري كمان؟ اوكي هذول خلينا نشتري اول شيء سكن، والله ما بعرف كيف راح يكون شكله.
اوكي والله والله صراحة انا بقول من عندي، انا في فيديو من الفيديوهات ذكرت انه الشنطة تبع كازا دي بابل كانت خرافية، لاني ما شفتها صراحة، كانت يعني باينة عندي صغيرة، فقلت شنطة اسطورية، بس بعد ما لبستها صراحة ما عجبتني، يعني ما بعرف يمكن في ناس بتعجبها، انا ما عجبتني، بس صراحة السكن هذا يعني بعتقد انا انه من افضل السكنات للبنات بالنسبة، يعني عن جد سكن اسطوري فعلا خرافي السكن. اوكي الوانه كتير حلوة والسكن تبعه كتير يعني اسطوري، احلى من سكنات الشباب الصراحة. اوكي شو راح نشتري كمان من الجهة هاي؟ اكل القطة، والله لا اشتري، شو رايك اشتري اكل القطة؟ والله لا اشتري ماكس، راح اشتري اكل القطة ان شاء الله ما يشوفها، بس ان شاء الله ما يشوفها علي. اوكي والله هذاك بيكره اكل القطة، حتى بالحياة الواقعية يا شباب والله بيكرهه، يعني بيقول لي يعني احيانا بقعد جنبه لما بيصور، يعني بحسه بيعصب لما بطلع له جولد او بطلع له اكل القطة. اوكي بي 40 البيض كمان ما عندي اياه، دائم ولا عندي اياه؟ والله ما بعرف، لا ما عندي اياه. كيف عندي اياه وطلع وقاعد بيطلع لي؟ المفروض يطلع لي ساعه اذا عندي اياه. قلت لكم والله ماني مركز، والله مريض ما بعرف، راسي بيجوعني، ماني مركز في اللعبه كيف. اوكي الام 16 كمان هذا عندي اياه. شو راح ناخذ كمان؟ والله ما بعرف، يعني كل هذول الاشياء كلها عندي اياها انا، يعني ما بعرف شو راح اخذ فيهم، ما اعتقد انه راح اخذ شيء. اوكي هذول البطاقات شو هم تبع هذول كازا دي بابل؟ والله ما بعرف، يعني رح يلزموني، او سكن انا اشتريته تبع الماكينه، بس ما بعرف اذا رح يعني بيبدلونا اياهم بعدين ولا فينا نشتري فيهم شيء ثاني، والله ما بعرف. اوكي اشتريناهم ماكس. شو رح نشتري كمان؟ اوكي باقي الاشياء كل هذه عندي اياها انا بحسابي، فماني مضطر اني اشتريها، يعني ان شاء الله بس اذا عملت مسابقه واحد من المتابعين بيكون ما عنده اياه، فاوكي خلينا نشتري في نقاط فاير باس. اوكي فواحد من المتابعين بيكون ما عنده اياهم، يعني هالاشياء ما بيشحن، بيكون بالعكس يعني بيكون شيء اسطوري لما يعطوه تخفيض، نسبه تخفيض عاليه، واجي اشحن له انا في حسابه واجيب له اياهم، يعني اي شيء بجيب له اياه راح يكون اسطوري بحسابه. فاوكي انا هاي الاشياء كلها عندي اياها، خلص اعتقد انه خلصنا من المتجر. اوكي شو ضل من المتجر؟ يمكن ما بعرف اذا ضل شيء. اوكي المزلج هذه خلينا نشتريها، ضل عندنا شويه جوار 200، لا خلص 200 ما عاد يشتروا لنا شيء اصلا، وما في شيء اصلا اشتريه، كله عندي اياه. فاوكي خلينا ندخل على السكن نشوف سكن البنت، صراحة سكن البنت كثير عجبني أنا. نقاط الفاير باس ليش ما انفتحوا هذول؟ أوكي وأنا بقول ليش نقاط الفاير باس عندي؟ اشتريت أكثر يا أخي. أوكي هذول نقاط الفاير باس صار عندي 296، خلينا نفتحهم هذول كمان، ثواني بس بعد إذنكم لو سمحتم. أوكي خلينا نفتح نقاط الفاير باس، 50 نقطة، أوكي صار عندي 348. لازم اكملهم على 500، بس لسه عندي وقت من هالاخر شهر، ما بحب اعلي نقاط فاير باس، انا بتعرفوا قصه التفنيش يعني صارت منتشره عنا، والباكجات هاي اللي عندي اياها كلها راح اجمعها واعمل عليها فيديو. طبعا كثير بتحبوا انتوا هاي الفيديوهات لما بكون عندي عدد كبير من لا 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 الا كلال خانز، لا شوفوا كلال خانز، لا 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 راح يشوف ان شاء الله الفيديو هذا فيه كثير، والله فيه كثير فضايح ان شاء الله ما يشوفه، بس علي كلال خانز، لا 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 حدا يغير له سكنه هذا، خليه لحاله كاركتر لحاله، بس لما اجي انا احط كلا خلص يكون جاهز للحرب. اوكي الوك عادي بنغير فيه، نلبس السكنات اللي بدنا اياها. اوكي خلينا ندور على السكن بس نلبسه. اوكي وين راح؟ اوكي وين راح السكن؟ هون ما في. اوكي وين السكن؟ اوكي ننزل كمان لتحت. انا اكره ما عندي، والله والله يعني عن جد انا من بعمل استعراض لحسابي بشوف السكنات اللي عندي يا اصدقائي، والله بقول يعني منين اجتني هذه السكنات، ما بعرف منين اجتني، ما بعرف اوكي مش هذا هو، يعني بطلع حسابي بقول هذه السكنات منين يا اخي، والله ما عندي انا هذا السكن، اول مره اشوفه بحسابي. يعني في سكنات عن جد ما بعرف انه هي عندي. اوكي بس وين راح السكن يا اخي؟ والله اشتريناه جديد، وين راح؟ اوكي يمكن تحت، والله ما بعرف وين راح يا اخي، منين دور يا اخي؟ ليش بقعد ادور على ساعه يا اخي؟ والله والله يا اخي مش مشوار تقعد تدور على، كبروها شوي هذه ولا صغروها ولا اعملوا فيها اي شيء. اوكي ما ضل شيء تحت يعني خلص خلصوا هذول، وين تكون راح يا اخي؟ والله اختفى السكن. هي يا اخي والله شوف كيف بيجي سكن كامل، انا فكرته بيجي مقطع ما بعرف كيف، بس ليش سكن كامل يعني الواحد المفروض يغير فيه؟ والله ما بعرف، يعني المفروض يعملوا سكن انه مقطع، الواحد يقدر يغير يلبس عليه تيشيرت، يلبس عليه جسم، يغير يعني يعمل اللي بده اياه فيه سكن، هيك سكن كامل يعني بكون ما بعرف، يمكن هو عجبني صراحه السكن كثير حلو، بس سكن البنت اعتقد بيرفكت صراحه، احلى من سكن الشاب كثير. اوكي خلينا نغير الكاركتر على شخصيه بنت، لا مش انت مش انت يا حياته، لا حياته انت خليك على جنب شوي. اوكي ناخذ كيلي، خلينا نغير لها سكن تبعها. اوكي سكن البنت هذا هو، صراحة سكن البنت كتير عجبني، سكن خرافي عن جد، يعني فعلا سكن فعلا اسطوري، يعني بنصحكم اللي بيشحن وقادر يجيبه بنصحكم تجيبوه، سكنات صراحة سكنات فعلا اسطورية. فاوكي
اللي هون لازم نحكي على المسابقة. اوكي المسابقة راح تكون شروطها انه يكون عندك تخفيض فوق 85% اول شيء، ويكون وتكون ما بتشحن، طبعا اهم شيء تكون ما بتشحن وتكون بتلعب اللعبة. يعني شخص بيكون مثلا ما بيشحن وبيلعب اللعبة فهذا راح اشوف حسابه، انا اذا عجبني راح اخذ منه الحساب واشحن له فيه جواهر وان شاء الله احرق له المتجر. راح يكون هذا الشيء عن طريق روم، يعني راح انزل روم، راح اعمل لكم اي دي وكلمة سر على ستوري على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف، تابعوني على الانستغرام عشان تلحقوا انتوا على المسابقة. وما بعرف مين صاحب النصيب اللي راح يفوز، انا ما بعرف. فاوكي الشخص اللي راح يفوز راح اخذ منه حسابه واحرق له المتجر وان شاء الله بقدر اجيب له كل شيء فيه، وان شاء الله بقدر اسعده كمان. فاوكي يا اصدقائي اتمنى منكم بس تتابعوني على انستغرام عشان ما تروح عليكم المسابقه. انا بشوف كتير ناس بتقول لي وين حسابك على الانستغرام. اوكي حسابي على الانستغرام صندوق الوصف، في سهم بتلاقيه عندك على اليمين تحت الفيديو هون فوق بتلاقي سهم، اضغط عليه بيطلع لك الرابط تحت في صندوق الوصف للناس اللي ما بتعرف، عشان ما يجيني حدا يقول لي تفلسف علينا. فاوكي لهيك بنكون وصلنا للنهايه، ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، ولهيك خلص انتهينا من هذا الفيديو، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. سلام.